الخطوات، وغادي نوريكم الطريقه اللي نبدا في المقادير. هنا اللي عندي انا ديجا صاغبت المسمن، يعني العجينه ديال المسمن، وغادي نحط لكم الرابط. عندي هنايا جوج ديال الجزرات مبشورين، قرعه واحده مبشوره، قرعه خضراء، عندي فلفله مقطعه مكعبات صغيره، وبصله خضريه مقدار ديال 4 كاس، وبصله مشلده، والقزبر والمعدنوس مقطعين. عندي هنا ملعقه ديال البابريكا او الشونيه، والملح والابزار على حسب الذوق. وعندي الزيت باش غادي نطيبو نورقو بها العجينه، وكذلك باش نطيبو الخضره ديالنا. في مقلاة على النار هادئه غادي نوضعو الزيت ديالنا، وغادي نزيدو لها جميع الخضرات في مره واحده، يعني البصله والبصله الخضريه والجزر والفلفل الاخضر والقرعه والقزبر والمعدنوس، ونزيدو عليهم الشونيه ديالنا والملح والابزار، وغادي نطيبوهم على نار هادئه لمده 15 دقيقه. ومن بعد 15 دقيقه غادي نطفو على النار ديالنا، ونخليو الخليط ديال الخضروات على جانب يبرد. في المكان الذي نخدمو فيه العجينه غادي نوضعو شويه ديال الزيت، وغادي نطرقو هذيك الكره ديال العجينه ديالنا حتى تولي لنا شفافه وما تكونش مقطعه. ومن بعد غادي نديرو جوج معلقات من الخليط ديال الخضره، وكذلك غادي نسرحوهم هذاك الخليط على الورق على العجينه ديالنا، وغادي نطويو على 4 باش نحصلو على مربع صغير. وغادي نديرو نفس العمليه بالنسبه للكره الثانيه، غادي نسرحوها بالزيت لتولي شفافه، ونوضعوا ليها جوج معلقات ديال الخليط ديال الخضره. من بعد ما نوضع لها جوج خليط ديال الخضره، غادي نجيبو الكره الاولى اللي صاغبناها على شكل مسمنه، غادي نحطوها فوسطها، غنحطوها فوسطها بحال هذا الشكل، وغادي نطويو على 4 كذلك، ونحطوها في جانب، ونكرروا العمليه بالنسبه للطبقات ديال الكريات حتى نحصلوا على وحده كبيره تكون وحده في وسط وحده، وغادي نحصلوا على وحده كبيره مورقه وحده في وسط وحده. نخليو هذا دابا ترتاح شي شويه باش تسهل لينا باش نسرحوا العجينه ديالنا. من بعد ما العجينه ديالنا او الخبزه ديالنا طلقات شويه وارتاحت، انا وضعتها في لاطا اللي ديجا انا دهنتها بالزيت، وغادي نسرحها حتى تولي لنا رقيقه شويه.
وغادي نخبزو الخبزة ديالنا على درجة حرارة 350 لمدة 45 دقيقة. الخبزة أو المسمنة ديالنا المعمرة بالخضروات هي طابت. دابا غادي نقطعوها مرصويات صغارين، نحطوها في طبق التقديم ونشربوها بأتاي وبصحة والراحة. وكنتمنى أن الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم، وما تنساوش أنكم تشاركوا في قناة أمل كيتشن وتبارتاجيو الفيديو ديالي. وشكرا على المشاهدة وبسلامة. Thank you so much. Bye.